ترقب وحذر تعيشه جالية جزائرية في فرنسا وهي تتابع تطورات داخل الوطن الأم، خصوصا بعد قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية. أبناء الجزائر هنا في باريس ينظرون إلى سيناريوهات المرحلة المقبلة بكثير من الشك رغم تحقيق مطلبهم بسحب بوتفليقة ترشحه من الانتخابات. القاضي يرفض أن يشرف على انتخابات يتم تزويرها، فهذا هو الانتصار رقم واحد للشعب الجزائري. أما في قضية هذا القرار فأنا أعتبره خرق للدستور، وأن هذا القرار مدد لم يوقف في العهدة الخامسة بل مدد العهدة الرابعة، وبالتالي فنحن في المرحلة الأولى، يعني ما زلنا في المربع الأول، ولكن نعتبر الانتصار يتمثل قلت في أن الشعب الجزائري قد كسر حاجز الخوف. أفكار وطروحات عديدة يتداولها الجزائريون في باريس، من بينها أن قرارات بوتفليقة الأخيرة بمثابة مناورة جديدة تهدف إلى كسب الوقت والتمديد لنفسه في كرسي الرئاسة أطول فترة ممكنة خارج إطار الدستور. القرارات التي سمعنا بها البارحة ما هي إلا خدعة جديدة، وبالتالي علينا الحذر وعلينا اليقظة وعلى المجتمع الجزائري الالتفاف والاستمرار في الحراك السلمي. نطلب من الشعب يكملوا فيها سلمية سلمية سلمية، ورانا مع الجزائر، ورانا مع التغيير، اسمحوا لي، رانا مع التغيير، رانا ضد الفوضى. مش كل دورة يفكرونا ويحيى يقول لك عشرية سوداء، رانا نوليو سوريا، الشعب راهو فاق يا خويا. ردود فعل الجالية الجزائرية على قرارات بوتفليقة تشير إلى أن فجوة كبيرة بين الشعب والحكومة تحول دون منح الثقة لتلك القرارات. تؤكد الجالية الجزائرية في باريس أن مطالب الشعب تخطت حدود دعوة بوتفليقة لعدم ترشحه للانتخابات، وباتت تتركز على ضرورة إسقاط جميع رموز النظام من أجل إنقاذ البلاد والسير نحو مستقبل أفضل. أحمد كيلاني، قناة الغد، باريس.